السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبنائي وبناتي، طلابي وطالباتي. نكمل اليوم حديثنا عن جوامع الدعاء، ونعرف جميعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. فمعنى جوامع الكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي كلمات قصيرة في لفظها بليغة في معناها شاملة. أهداف الدرس: أن تقرأ الحديث قراءة صحيحة، أن تترجم لراوي الحديث رضي الله عنه، أن تضع عنوانا مناسبا للحديث، أن تستنتج معاني المفردات، أن تمثل لجوامع الدعاء، أن تبين حكم دعاء المرء على نفسه بالموت. ضع علامة صح عند الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ عند الإجابة الخطأ. الغضب خلق لا يمكن التخلص منه. خطأ، أحسنتم. من طرق التخلص من الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ممتاز، صحيح. عندما تسيطر عليك مشاعر الغضب، هذا دليل على قوتك؟ خطأ، بل هو دليل الضعف. متى يكون المرء قوي؟ عندما يسيطر هو على مشاعر الغضب. من الآثار التي تنتج عن الغضب: ظلم الآخرين والاعتداء عليهم. نعم، صحيح. من كرامة الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن أعطاه جوامع الكلم، وهو الهداية إلى ألفاظ قليلة إلى أنها تحمل المعاني الجليلة العظيمة. فكانت هذه آية له صلى الله عليه وسلم، بهر بها فصحاء العرب وبلغاهم. ومن أمثلة ذلك حديث درسنا اليوم. عناصر درسنا: قراءة الحديث وشرحه، صياغة العنوان المناسب للحديث، ترجمة مختصرة لراوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه، معاني المفردات، أمثلة على الأدعية الجامعة، أخيرا معاني الحديث وإرشاداته. نقرأ الحديث سويا. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قد دعوت بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. في حديث عمار بن ياسر يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: دعوت بدعوات سمعتهن من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. كيف اللفظ لما يسأل الله عز وجل يسأله بالأسماء الحسنى، تناولناها في العام الماضي. لما ندعو الله عز وجل ندعوه بالاسم المناسب لحاجتي. هنا: اللهم بعلمك الغيب. إذن سأسأل الله عز وجل، أطلب منه أمر يغيب عني ولا يعلمه إلا هو، وقدرتك على الخلق. نفيت قدرتي تماما، أوضحت عجزي تماما. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. يا رب بعلمك وقدرتك كنت ترى بقائي في هذه الدنيا في استزادة من عمل صالح، فأحيني لأتقرب إليك، وتوفني
إذا علمت الوفاة خيرا لي. لذا هل يجوز على الإنسان، هل يجوز الإنسان أن يدعو على نفسه بالموت؟ لا، حتى لو حصلت فتن وخاف على نفسه من الفتن، الأصل أن ندعو: اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. دائما نلح على الله عز وجل: اللهم يا مقلب القلوب بين أصبعين من أصابعك، ثبت قلوبنا على دينك، يا رب دلنا على الصواب، يا رب ألهمنا السداد في القول والعمل. دائما نلح على الله عز وجل. إذن لا يدعو الإنسان على نفسه بالموت، بل يدعو دائما: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. دائما نسأل الله عز وجل أن تكون خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاه، لكن لا ندعو على أنفسنا بالموت. إن كان ولا بد فاعلا يدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. لكن يسأل الله عز وجل بعلمه وقدرته، بعلمه الغيب وقدرته على الخلق. هذا الدعاء الأول. الدعاء الثاني: اللهم وأسألك يا رب خشيتك في الغيب والشهادة، سواء كنت خاليا معك يا رب أو في حضور الآخرين، ارزقني خشيتك التي أخشاك بها يا رب، خشية تردني عن كل ما يغضبك، خشية تدلني على كل ما يرضيك يا رب. الدعاء الثالث: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، نقيضين. لماذا الرضا والغضب؟ أحيانا الإنسان في حال الرضا التام قد لا يقول كلمة الحق، وفي حال الغضب أيضا، وأحيانا يقول كلمة الحق في حال الرضا فقط، أما في حال الغضب لا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع كلا الكفتين الميزان في هذا الدعاء، أن أقول الحق في الرضا والغضب، سواء رضيت أو غضبت لا أقول إلا كلمة الحق. الدعاء الرابع: وأسألك القصد الاعتدال في الإنفاق، سواء في الفقر أو في الغنى. الدعاء الخامس دعاء لذيذ جدا: وأسألك نعيما لا ينفد. أين؟ في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وأحبابنا من أهلها في هذا النعيم الذي لا ينفد. تخيل أنك تدعو الله عز وجل بهذه الدعوات كل يوم، سيردك الله، والله لن يردك رب، فقط ألح على الله. وأسألك قرة عين لا تنقطع، قرة عين، برد في العين، راحة في العين لا تنقطع، دليل على تمام الهناء وتمام الرغد الذي لا ينقطع. متى؟ في الجنة. يصف نعيم الجنة ولذيذ الجنة: نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. كيف أحصل لهم؟ لاحظوا الدعوة السابعة: وأسألك الرضا بعد القضاء. الصبر منزلة متوسطة ينزل لها كثير من الناس بفضل الله عز وجل، لكن يصل الإنسان إلى مرحلة الرضا، بل وحمد الله وشكره على ما قدر، وإن كان في ظاهره أمر مؤذي له أو متعب، هذا الرضا.
لما تسألون الله عز وجل اسألوا على قدر كرمه وليس مجرد تصوركم. أسألك الرضا بعد الغماء، يا رب اجعلنا ممن رضي. والله عز وجل يقول من رضي فله الرضا. دائما اسأل الله عز وجل، طيب كيف أكون راضي؟ مثل سين وصاد وعين من الناس، الدعاء. الله عز وجل يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين. ألح على الله عز وجل وأكثر من الدعاء. وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش، العيش اللذيذ بعد الموت. طيب هذا النعيم فقط؟ لا، نسأل الله عز وجل الجميل والنعيم اللذيذ الذي ينسي كل ما رأيت في هذه الدنيا. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. تخيلوا أنت تدعو الله عز وجل وتستشعر أن الله عز وجل يستجيب لك، تدعو الله في قيامك، في صلاتك، في هذه الدعوات. كيف تكون نفسيتك؟ كيف طاقتك؟ كيف سعادتك وانت تعلم ان الله عز وجل لن يردك خائبا؟ والشوق الى لقائك، لذة النظر الى وجهك في النعيم. هنا في الدنيا اكون مشتاق اليك يا رب، لكن قد يكون هذا الشوق من ضر، ضيق، فتن، فقر، جوع، ظلم، فيتمنى لقاء الله لأنه يعلم أن الله عز وجل رحيم به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ليس ضيق من الفتن ولا هرب منها، وليس ضيق من الدنيا، لكن حبا لك يا رب، تعلقا فيك يا رب. اللهم زيننا بزينة الإيمان. ادعو الله دائما، اللهم زيننا بزينة الإيمان. أكثروا من هذا الدعاء، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، مهتدين للطريق الصحيح، وهداة بل ندل الآخرين على الطريق الصحيح. ما هو عنوان درسنا؟ أحسنتم جوامع الدعاء. من هو عمار بن ياسر؟ أحسنتم، هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر العنسي المكي، كنيته أبو اليقظان، أم سمية رضي الله عنها وأرضاها، من كبار الصحابيات. صبرا آل ياسر ذكرتوها، إذن قيلت في من؟ أحسنتم، في عمار بن ياسر وعائلته. كان مع أمه وأبيه من السابقين الأولين في دخول الإسلام، وعذبوا في سبيل دخولهم الإسلام. بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقال: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. معاني الكلمات، أسألك يا رب أن ترزقني خشيتك في الغيب والشهادة. أحسنتم، أي في السر والعلانية. نعيما لا ينفد وهو لا ينقضي، أين؟ في الجنة. قرة عين، أي سعادة في الجنة. برد العيش بعد الموت، أي أحسنتم، عيش هني طيب خالي من الكدر. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. أحسنتم، شدة لا يصبر عليها. واجعلنا هداة مهتدين. ما الفرق بين هداة ومهتدين؟ هداة هادين إلى الدين، مهتدين ثابتين على الهداية. إذا من معاني الحديث أن الدعاء والتوسل يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كما في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. إذا نسأل الله عز وجل بأسمائه
الحسنى، النهي عن تمني الموت عند حلول المصائب والنكبات. لذا نقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. المؤمن الصادق يخشى الله في السر والعلانية، الأمر بالعدل وقول الحق مع كل أحد وفي كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك قول الحق في الرضا والغضب. إذن المؤمن عادل منصف في كل أحواله. يكثر المسلم من سؤال الله عز وجل الجنة، فهي أعظم مطلوب، وهي النعيم الذي لا ينفد. جعلنا الله وإياكم وأحبابنا من أهلها. يسأل المسلم ربه السعادة الحقيقية، فهي قرة العين بالأمور الدنيوية والأخروية. وجوب الصبر على قضاء الله وقدره، بل يحتسب أن يكون فوق ذلك راضيا به دائما. اسأل الله عز وجل: يا رب اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، يا رب إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وألح على الله. طيب العيش بعد الموت كيف يكون؟ أحسنتم بالإيمان والعمل الصالح. الدعاء اللهم زينا بزينة الإيمان، ما المقصود بهذا الدعاء؟ اللهم زينا بزينة الإيمان يشمل تزيين القلب بخصال الإيمان وشعبه كالتوكل على الله والإخلاص، وتزيين اللسان بالذكر والتسبيح والتلاوة، وتزيين الجوارح بطاعة الله عز وجل والقيام بفرائضه. إذن اللهم زينا بزينة الإيمان تزيين القلب إخلاصا لله عز وجل، تزيين اللسان ذكرا وتسبيحا، تزيين الجوارح بسعيها في رضا الله عز وجل وحده لا شريك له والقيام بفرائضه. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين حال الغضب والرضا في قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب؟ ممتاز، لأن قول الحق حال الغضب أمر عزيز لا يقدر عليه إلا من من الله عليه بتوفيقه. الجمع بين النقيضين هنا يفيد العموم في كل الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات على الحق في كل حال، وهو نبي الأمة، وهو نبي الأمة يدعو الله، فما بالك بنا نحن. تطبيقات سلوكية حتى يكون هذا الحديث شاهدا لنا يوم نلقى الله: أتصف بصفة العدل وألتزم بقول الحق في جميع أقوالي في جميع أحوالي، أصبر على قضاء الله وقدره بل وأرضى به، أكثر من دعاء الله لتحصيل المطلوبات ودفع المكروهات. بأي شيء يطيب عيش الإنسان في الدنيا والآخرة؟ أحسنتم بطاعة الله عز وجل، الالتزام بأوامره وترك النواهي. وأسألك نعيما لا ينفد، ما هو النعيم الذي لا ينفد؟ أحسنتم الجنة، جعلنا الله وإياكم وأحبابنا من أهلها. تعلمنا، قرأنا الحديث وشرحناه، صغنا عنوانا مناسبا لحديثنا، ذكرنا ترجمة مختصرة لراوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه، وضحنا معاني المفردات، بعض الأمثلة على الأدعية الجامعة، ذكرنا معاني الحديث وإرشاداته. لنا لقاء آخر في حديث آخر وتوجيه نبوي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.